أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل وإياكم عرض فقرات غرفة الأخبار، ووصلنا الآن لفقرة ضيف التحرير، وفيها نستضيف الفنان نسيم حداد للحديث عن الحركة الفنية في ظل انتشار وباء كورونا. باسمكم إذن مشاهدينا الكرام أرحب بالفنان نسيم حداد الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت من الرباط. سي نسيم مرحبا بك. مرحبا سي نوفل، مرحبا، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا لك على قبول الدعوة. ندخل في صلب الموضوع كما قلنا، يعني المحور الأساسي هو الحركة الفنية في ظل انتشار وباء كورونا، ولكن قبل ذلك لنتحدث عن الفن الذي هو يعتبر غذاء للروح، وكما نحتاج ربما للمعقمات والأدوية في حالة الإصابة بكورونا، نحتاج أيضا لهذا الغذاء الفني من أجل استحضار روح العطاء، الحب، التسامح، الإبداع التي تسكن الجميع. هل الفنان المغربي بقي وفيا لعطائه في ظل هذه الجائحة، وعيا بدوره الرئيسي في أي مجتمع؟ والأكيد كما ذكرتم، فكيظل الفن هو غذاء للروح. الفنان عند الموعد ديالو، والدليل وهو أنه كان من السباقين ومن المجندين اللي عطاو المثال في البداية ديال الأزمة الصحية ديال كورونا. للأسف يعني القطاع الفني من أكثر القطاعات المتضررة، من القطاعات اللي توقفت واللي ما تسألش فيها العمل. الفنان المغربي يعني يحاول يعني بشتى الوسائل أنه يبقى في الساحة، يبقى عند الوعد ديالو ويعطي الجمهور ما ينتظره، لكن يعني سواء عبر الانترنت أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كنظن بأن المسألة غير كافية باش يكون العطاء ديال الفني كامل، لأن العطاء ديال الفنان يكتمل بوجود الجمهور أمامه. صحيح، ولكن أيضا بعيدا عن العطاء أو حتى الانتاجات أو التواصل مع الناس من خلال منصات التواصل الاجتماعي، نعلم بأنه الفن والمهن المرتبطة به يعني يعيشون على وقع أزمة كبيرة وكبيرة جدا، خاصة بحالة الطوارئ الصحية، إلغاء التجمعات إلى غير ذلك من الأمور، إلغاء المهرجانات هي الأخرى، تحديدا من شهر مارس، يعني نتحدث عن أشهر تقريبا من المعاناة. كيف تعامل الفنان المغربي مع هذا الوضع الطارئ على الأقل لتوفير مصدر الدخل؟ الفن موهبة ولكن في نفس الوقت هو مهنة. الأكيد يعني أن الفن هو مهنة، يعني لا يخفى الجميع أن الفنان يعني والناس المساهمين والمشتغلين في المجال الفني يعيشون أزمة خالقة. الآن نتحدث عن 8 أشهر، ما يفوق 8 أشهر من الانقطاع عن العمل. للأسف يعني القطاع جاء في واحد الظرفية صعبة، لأنه في شهر مارس كانوا الاستعدادات، كان التجهيزات استثمارات من أجل استعداد الموسم الصيف، كذلك طول الأمد يعني 8 أشهر، وغياب غياب يعني واحد الرؤية مستقبلية واضحة يعني كيف ومتى سيستأنف العمل في القطاع الفني. صراحة وحقيقة الفنان يعيش أزمة خانقة الآن، تراكم ديون، يعني غياب مورد للرزق، لان كنعرفوا بان القطاع الفني هو قطاع غير مهيكل، يعني الفنان يشتغل فقط يعني مورد الرزق الوحيد عنده هو الفن. فانا كنظن بانه الان وضعيه صعبه، ويجب التفكير يعني في حلول من اجل الخروج من هذا المأزق اللي كيعيشه القطاع الفني. نعم سي نسيم، يعني بالحديث عن هذه الضبابية التي تطبع ربما فيروس كورونا، متى سينتهي، متى سيتم يعني إيقاف حالة الطوارئ الصحية، العودة إلى التجمعات، عودة المهرجانات، عودة المسارح، دور السينما لغير ذلك، هل من استراتيجية لديكم يعني من حواراتكم الثنائية أو الجماعية كفنانين من أجل البقاء أو على الأقل يعني استمرار عدد من المهن الموسيقية؟ يعني هناك يعني دخلوا مجموعه من القطاعات يعني اللي مرتبطه بالقطاع الفني، سواء قطاع ممولي الحفلات او القطاع ديال التقنيين، قطاع النقابات ايضا الفنيه، دخلوا يعني في حوار مع الحكومه، يعني قدموا مجموعه من الحلول. للاسف يعني ما كاينش واحد الرؤيه واضحه، يعني انا كنظن بانه القطاع الفني من القطاعات اللي واعيه بالمشكل ديال كورونا، هناك مسارح، هناك قاعات للحفلات يعني بطاقة استيعابية كبيرة، هناك إمكانية لتوفير الظروف الوقائية للتباعد الاجتماعي، يعني كنظن بأن القطاع قادر أنه يوفر كل هذه الظروف. قدموا مجموعة من 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 الحلول يعني والطرق باش أنهم يشتغلوا ويستفدوا أيضا من ظروف التخفيف.
للاسف ما كاينش رد من يعني من القطاعات المعنيه. ايضا يعني كنعرفوا بان القطاع قطاع غير مهيكل، يعني حتى التغطيه الصحيه ما كاينش، يعني ما كاينش تسريع من اجل يعني تامين التغطيه الصحيه على الفنانين، يعني ما كاينش. انا كنظن بانه حتى لو في ديال انه كان تقديم يعني واحد التعويض للفنانين هو غير كافي، لان غيستافدوا منه فقط واحد الفئه قليله من الفنانين، ولكن الفنانين اللي في القطاع غير مهيكل ما غاديش يستافدوا. هذا هو المشكل القائم الان. تقدموا مجموعه ديال الطروحات يعني الحكومه، ولكن ما كاينش اذان صاغيه لحد الان للاسف. نعم سي نسيم، هناك يعني بعض المهرجانات او الشركات المنظمه للحفلات اللي ارتأت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كحل لمواجهه الكساد الذي يعرفه القطاع، حفلات، مهرجانات، أيضا مبادرات ربما قد تكون شخصية من الفنان للتواصل مع جمهوره معتمدا على هذه التقنيات الحديثة، هل تراها كحل من الحلول المؤقتة؟ وماذا عنك يعني تجربتك الشخصية، هل حاولت التواصل مع المتابعين لك من خلال منصات التواصل الاجتماعي؟ نعم، يعني كانت بالنسبة لتجربتي الشخصية، يعني كان عندي ألبوم، يعني من حسن الحظ أنني كان عندي ألبوم جديد، يعني في قبل يعني توقف الانشغال في القطاع الفني، يعني هو كان هو السبيل باش أنني كنتواصل مع الجمهور، مع المحبين ديال التراث الشعبي، مع المحبين ديال الموسيقى المغربية. ولكن كنظن بانه ما غيكونش هو الحل الانسب، يعني انه يبقى دائما التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني ملي كنتكلموا على القطاع الفني راه كنتكلموا على واحد القطاع اللي الميزانيه ديالو تفوق ال 10 ملايير درهم، يعني قطاع حيوي كبير، قطاع اللي كيشغل مع قطاعات اخرى، يعني على شكل واحد السلسله يجر بعضها الاخر. فقط التواصل عن طريق التواصل وسائل التواصل الاجتماعي او لا عن بعد ما غيكونش هو الحل. يجب التفكير يعني في حل ولو على الاقل ظرفي، يعني مثلا ان هذا القطاع يستفيد هو الاخر من ظروف التخفيف، يعني اللي يستفدوا منها جل القطاعات الا هذا القطاع. انا كنظن بان الحل ماشي هو التواصل وسائل التواصل الاجتماعي. قلتيها نسيم انه القطاع الفني مرتبط بقطاعات متعدده، يعني كنقولوا المسارح، كنقولوا دور السينما، كنقولوا المطاعم، المقاهي التي يكون فيها مثلا الانيماسيون كما كنقولوا، يعني بعض القطاعات اللي فيها تجمعات بشريه، وبالتالي اعتقد انه في ظل الانتشار الخاص بفيروس كورونا، في ظل الارقام المسجله، هنا لا اتحدث باسم الدوله ولكن الدوله يعني تقدم المبررات الخاصه بتقييد الاجراءات الخاصه بالتجمعات الى غير ذلك، تقول بانه يعني لدينا حالات بالالاف، وانت يعني في الرباط قريب من الدار البيضاء والمناطق المحيطه بها، بن سليمان، المحمديه، برشيد، أصبحت هناك تفعيل الإجراءات والقيود أكثر مما سبق نظرا لأننا نسجل حالات بالآلاف، فربما قد يكون هذا عذر من أعذار الحكومة فيما يخص التجمعات التي هي يعني للأسف تحرم الفنان من الظهور أمام الجماهير أو حتى من كسب قوت يومه من خلال العروض التي يقدمها في كل هذه الفضاءات التي تحدثنا عنها. أكيد أكيد، يعني أنه أنا كنأكد على هذه المسألة، وهو أنه يجب اتخاذ الحيطة والحذر، لأن أننا أمام واحد الفيروس يعني صار. كنظن بأن الأرقام راه كتبين على أنه دخلنا في واحد المرحلة صعبة. أنا كنظن بأنه يجب اتخاذ الحيطة والحذر، ومنين كنطلبوا من ضوء يعني هناك مطالبة يعني بتخفيف يعني من القيود اللي على القطاع الفني، أنا كنظن بأنه ما خصش يكون واحد العشوائية في التعامل مع هذه المسألة، لأنه إلى تطلق القطاع الفني يعني خصو يكون مقنن بواحد الطريقة يعني علمية، يعني خص احترام التدابير الوقائية. وكنظن بأن صحة المواطنين هي كتبقى هي الأسمى، يعني وهي الأهم، يعني ما يمكنش عاوتاني نعرضوا الحياة ديال الناس للخطر، ولكن يجب البحث عن حلول من أجل أن راه كنتكلموا على أسر كبيرة كتعيش من هذا القطاع، فيجب التفكير في حلول، يعني كيفية الخروج من هذا المشكل الكبير اللي كيعيشوا القطاع الفني. صحيح. سؤال ربما جوهري نوعا ما نسيم، هل وضعت كورونا الفنان المغربي في قراءة للذات من أجل على سبيل المثال الحصر، تنويع مصادر الدخل، عدم الاعتماد فقط على هذه المهنة؟ يعني هناك عدد من الفنانين الذين اختاروا أن يقومون بعدد من الاستثمارات، مطاعم، مقاهي، شركات إنتاج وغيرها.
اكيد يعني انه انا كنظن بان مجموعه ديال الفنانين يعني واعون بهذه المساله بانه القطاع الفني هو واحد يعني باش يكون هو المورد الوحيد للرزق هو صعيب نوعا ما. يعني فمجموعه من الفنانين يستثمرون في قطاعات اخرى كقطاع في البناء المقاعي مطاعم يعني حاضر هذه المساله الان. يعني كنتكلموا على يعني الممارسين اللي كيشتغلوا يعني اللي ما عندهمش يعني الطاقه انهم يديروا مقاولات وانهم يشتغلوا في قطاعات اخرى من غير الفن، هما الاكثر تضررا يعني في هذه الجائحه. ولكن انا كنظن بانه الفنان الان استفد من هذه الوقفه يعني من اجل مراجعه الاوراق، وربما حتى بالنسبه للوزاره المعنيه، لان باش تعرف بانه نحن امام واحد القطاع غير مهيكل بواحد الطريقه كبيره، والان ملي كنبغيو نقلبوا على حلول من اجل هذا القطاع فكنلقاو بانها صعبه والى حد انها مستحيله، يعني لان القطاع غير مهيكل. يعني باش تقدر تدعم هاد الناس قطاع غير مهيكل وما عارفينش شكون هما الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع، يعني صعيب انك تقنن هذا القطاع. فيجب التفكير في هذه المساله، يجب تعميم البطاقه المهنيه، يجب اننا نتعرفوا على الفنانين ويجتمعوا في نقابات، يجتمعوا في واحد اللجان او الكونفدراليات يعني مهنيه باش نقدروا اننا نلقاو حلول لهم ملي كيوقعوا مشاكل بحال هذا المشكل ديال كورونا. وربما يعني حتى مراجعه الذات من اجل يعني البحث عن عن مورد اخر للرزق في ظل ما حدنا مازال ما لقيناش، مازال ما رديناش الفن الصناعه كقائمه الذات. صحيح، ولكن رغم ذلك بما ان قلنا ان الفن يعني لغه راقيه للشعوب وايضا هو غذاء للروح، الفنان المغربي ربما ابان عن على حس مواطناتي حقيقي جدا، ابان البدايات الاولى لفيروس كورونا سواء من خلال الحمله التضامنيه التي يعني كان سبق لها وانخراطه في حمله دعم صندوق كورونا، او حتى مبادرات فرديه لدعم المحتاجين والمتضررين من هنا وهناك. هل هنا ابرز الفنان المغربي الروح الوطنيه العاليه، وفي نفس الوقت قد نقول بانه أزال صورة نمطية مترسخة في أذهان البعض تقول بأن الفنان منعزل عن المجتمع، لا تهمه قضايا، يعيش في ذلك البرج العاجي وسمته الأساسية هي الترف؟ يعني أكيد، يعني كما تفضلتم الفنان أثبت يعني أنه كان من السباقين ومن المجندين الأولين اللي انخرط في حملة التوعية وحملة الدعم اللي كان الصندوق كورونا، كان من السباقين للتحسيس بالخطر ديال فيروس كورونا، بالدعوه يعني الحفاظ على الوقايه من فيروس كورونا. يعني تغيرت ربما ديك الصوره النمطيه اللي كاينه على الفنان بانه يعني منعزل على المجتمع، بالعكس فالفنان هو يتغذى من المشاكل ديال المجتمع ودائما مواكب للمشاكل ديال المجتمع، واكبر دليل وهو انه بين على حس مواطنه كبير في هذه الظروف، وكان من اول الملتزمين يعني بالتدابير اللي فرضتها الحكومه من اجل الوقايه من فيروس كورونا. نعم، سي نسيم تحدثت قبل قليل وان لم تتعمق في الموضوع فيما يخص الدعم الذي قدمته وزاره الثقافه للفنانين، وهذا ذلك الدعم كان ليس فقط استثنائي من اجل كورونا كما فهم البعض، ولكنه كان بناء على مشاريع تم تقديمها من هؤلاء الفنانين ينتمون لما يعني لقطاعات مختلفه او لتيمات مختلفه، منهم المسرحي منهم المغني، يعني امور كثيره جدا تدخل في اطار الفن بشكل عام والذي ترعاه الوزاره الوصيه. الدعم كان لمشاريع، فكيف استقبلتم هذا الدعم خاصه انه اللائحه تم الافراج عنها والناس تعرفت على الاسماء على الشركات الى غير ذلك، والانتقادات لم تاتي فقط من النقاد ولكن جاءت من الساحه الفنيه من فنانين يعني زملاء لمن استفادوا من الدعم، الى درجه ان البعض تخلى عن هذا الدعم وقال فليكن في صندوق كورونا. كيف تنظرون اليه، وهل تعتقدون بان دعم المشاريع الفنيه قد يخفف من الازمه التي يتعرض لها الفنان في ظل انتشار جائحه كورونا، وكما قلنا انه ليس لدينا تاريخ محدد ربما لكي تنقشع هذه الغمه عنا؟
أنا لا أظن يعني أن هذا الدعم المالي يعني الاستثنائي الذي قدمته وزارة الثقافة كان ربما وسمي استثنائيا نظرا للظروف ديال كورونا، ولكن هو دعم يعني غير مواكب للمشكل ديال كورونا، لأن هذا الدعم يقدم منذ أظن منذ 2008. يعني وزارة الثقافة لا مش استثنائي، هو نسيم هو مش استثنائي، ولكن على ما أعتقد مش استثنائي، ولكن على ما اعتقد تم دمج المشاريع المقدمه 2019 بالمشاريع المقدمه 2020، واعطاء الدعم لل يعني للائحه ككل التي تقدمت على ما اعتقد في 2019 و2020. كنظن بانه هو دعم يقدم كل سنه، اظن بانه ما تقدمش 2019، يعني ما عنديش علم لاننا ما مسبقش لي انني قدمت لهذا الدعم، وما كنظنش بانني غادي نقدم لهذا الدعم، يعني غير هو كرؤيه يعني بعيده على هذا الموضوع. يعني انا كنظن بانه ما كانش الهدف ديالو هو الدعم ديال الفنانين نظرا للظروف الاستثنائيه اللي كيعيشها الفنان نتيجه فيروس كورونا، ولكن هو دعم عادي يقدم من اجل المشاريع الفنيه. هناك لجنه اللي كتنتقي للمشاريع وقدم يعني الدعم لهذ الفنانين. ربما يعني كان واحد يعني كانوا ردود افعال سلبيه تجاه هذا الدعم، لانه الفنان قيل له بانه هذا دعم من اجل كورونا، ولكن في حين هو دعم يعني كيتعطى كل سنه للمشاريع الفنيه، يعني ماشي دعم من اجل كورونا. انا كنظن بانه ما عنده حتى شي علاقه بالجائحه، ولا كان غادي يكون شي دعم للفنان انا اظن بانه الدعم اللي خاصو يكون وهو انه يكون تخفيف يقلبوا على حلول باش انه الفنان يشتغل، لانه انا كنظن بان الانفه ديال الفنان ما كتقبلش انه يتعطاه الدعم او لا تعطاه، يعني بين قوسين الصداقه. انا كنظن بانه الكل يتحدث انه يجب استئناف العمل ولو يعني في واحد الظروف اللي تكون مواتيه لهذا الفيروس ديال كورونا، ماشي فقط تقديم الدعم، لان حتى الا بغينا نقدموا الدعم غير ممكن اننا نقدموا الدعم في هذا القطاع اللي هو غير مهيكل. نعم، وبالحديث يعني عن الدعم وجدواه بالنسبه للفنان، ودخلتي في واحد يعني المكان ديال الأنافة وغير ذلك، يعني لا اعتقد انه الامور ربما يعني لها علاقه بما تفضلت بكل صراحه. يعني الجميع ممكن ان ممن استفادوا ربما من المساعدات الماديه، كل لديه انافته، كل يعني لديه شخصيته التي تحترم بغض النظر عن المهنه التي يمتهنها، ولكن في المقابل انتم لا نجد هناك يعني هياكل تنظيميه شاملة لكم لكي تكون مثلا تلعب دور المحاور مع الوزارات الوصية. يعني على سبيل المثال الحصر منظمي الحفلات والتظاهرات والمؤتمرات لهم يعني فيدراليات خاصة بإمكانها أن تقدم مقترحات لوزارة الداخلية، لوزارة الصحة، البحث عن إقامة مناسبات يكون فيها مثلا احترام البروتوكول الصحي. الفنان المغربي اليوم يعني الفنان بمعناه الشمولي وليس المسرحي، العامل في الدراما والسينما والتلفزيون، الفنان المغني، المؤدي، الموسيقي إلى غير ذلك، ألا يمكن أن يكون هناك هيكل تنظيمي شامل جامع لكم من أجل على الأقل في مثل هذه الأزمات أن تستفيدوا مثلا من أزمة كورونا للمستقبل، بأن يكون هناك طرف بإمكانه أن يمثل الجميع، أن يحاور، أن يعبر عن هموم الجميع، وفي نفس الوقت يقدم مقترحات تمكنكم ربما من خروج من هذا النفق الضيق الذي بصراحة أثر كما تفضلت نسيم على ليس الفنان الذي يشاهده الناس، يعني يصعد إلى المسرح ويغني أو يقدم عمل مسرحي أو فني سينمائي دراما إلى غير ذلك، ولكن مهن أخرى كثيرة مرتبطة بالعمل الفني. أكيد يعني أنه يجب إطار قانوني شامل لإجماع كل المهنيين والمشتغلين في القطاع الفني. الفنانين محتاجين لهذه المسألة، ولكن أنا كنظن بأنه سنوات كبيرة وحنا كنتحدثوا على وكنبحثوا على واحد يعني واحد الإطار قانوني لإجماع كل المهنيين في القطاع الفني، سواء مسرحيين أم ممثلين، موسيقيين، فنانين، مغنيين، يعني احنا بحاجه لهذا الاطار. للاسف يعني جوسكا بريزون ما كاينش هذا الاطار، ما كاينش يعني بوادر ديال تاسيس ديال الاطار بهذا الشكل، يعني اطار شمولي اللي كيشمل كاع القطاعات اللي كاينين
المتعلقه بالمهن الفنيه. كنظن بانه حان الوقت من اجل التفكير في هذه المساله جديا، وفقط من اجل التعليق يعني على المساله ديال الالفه ديال الفنان. يعني انا كنتكلم نعتذر نسيم، ربما انقطع الاتصال معك، الى ان يعود الاتصال نتمنى ان يعود الاتصال لكي نواصل هذا الحوار. معنا نسيم، تفضل اكمل. نعم، يعني فقط من اجل التعليق بسرعه على المساله ديال الالفه، انا كنتكلم يعني على الطريقه باش تخداوها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني خداوها بواحد الطريقه لانه طريقه يعني سلبيه تجاه الفنان. يعني هذه المسألة علاش حددت هذه القضية ديال الألفة ديال الفنان، وأنا علاش ركزت عليها نسيم باش تأكدها أنت لكي لا تأخذ في سياق أنه لا الفنان ما يقبلش المعونة من الدولة لأن لديه أنافة، ولكن ممكن لعامل في مقهى أو كذا يقبلها، بمعنى أن ليس لديه أنافة. فمزيان اللي وضحتي هذه الفكرة لكي لا تأخذ عليك أو تحسب عليك. يعني باش ما تحسبش، يعني أنا كنتكلم على الطريقة باش خداوها الناس يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كانت واحد الطريقة سلبية يعني اللي جرحت ربما المشاعر ديال الفنان. اما يعني الدعم اللي ممكن ان تقدم الدوله لاي مشتغل ولا اي مهني في شي قطاع فهو يعني دعم اللي يعني كينتظروا الجميع، ويعني وفي هذه الظروف يعني ماشي شي حاجه اللي كتقلل من القيمه ديال الانسان. يعني انا بغيت نحدد بان كنتكلم على اللي خداها بهذا المفهوم في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم جميل نسيم، هناك يعني بقي محاور ربما معدوده على اصابع اليد، ولكن الوقت يعني يداهمنا. بغيت نسولك على عدد من النماذج العالمية التي لجأت لأسئلة مختلفة في دعم الحركة الفنانية والفنانين، أبرزها كانت تخفيضات الضريبية. هل تعتقد أنه يمكن تطبيقها على الساحة الفنية المغربية، ولا الفنان أصلا كما تفضلت وقلت أنه في قطاع أو ما يرتبط بمهنة الفن في قطاع غير مهيكل، وبالتالي مداخله ربما لا تخضع للسياسة الجبائية؟ للاسف يعني ما يمكنش ننتجه في يعني في هذه المساله يعني تخفيف الضريبه على الفنان، لانه للاسف هو قطاع غير مهيكل. يعني حتى المداخيل ديال الفنان يعني غير محدده. ما نساوش بانه كاين مجموعه ديال الفنانين اللي كيتقاضوا اجور كبيره يعني، وممكن تطبيق هذه المساله اليوم، ولكن للاسف كاين الموسيقيين اللي يعني المداخيل ديالهم يعني ابين كتكفيهم من اجل القوت اليومي ديالهم، كيبقى من الصعب اننا نتجهوا في هذا المجال. ولكن انا كنظن بانه الدوله الا قدرت انها تقنن يعني المجال الفني، راه كنتكلموا على واحد القطاع اللي يعني العمولات اللي كتكون فيه تفوق العشرة ملايير درهم. نعم. يعني ربما انه يكون واحد يعني واحد الدخل كبير بالنسبه للدوله الى قدرات انها تقنن القطاع الفني، ومن خلاله ممكن انها تشتغل على التغذيه الصحيه، ممكن تشتغل على مجموعه ديال الاشياء. يعني انا كنظن بانه كما كنتكلموا على السلبيات في هذه الحقبه ديال كورونا، فممكن انها تكون ايجابيات اننا نعرفوا المشاكل اللي كيعيشها القطاع الفني، ونبحثوا على حلول جذريه باش اننا نقننوا هذا القطاع وما يتكرروش مثل هذه المشاكل. نعم نسيم، كسؤال اخير، هل تعتقد بان بعد زوال ان شاء الله فيروس كورونا ان العادات الاستهلاكيه للناس، ان رغبات الناس قد تجعل أن السوق الفنية تبقى منتعشة أو تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أن يبقى هناك رغبة بالذهاب للمطاعم لمشاهدة فقرات فنية من فرق مختلفة، أن يبقى هناك حب ونهم نحو مهرجانات فنية من أجل متابعة هذا الفنان أو ذاك سواء كان محلي أو حتى أجنبي أو عالمي؟ يعني لم تغير فينا كورونا ربما بعض العادات اليومية، وقد يكون التباعد يعني شيء أبدي في المستقبل لا نعلم لحد الساعة، لأنه هناك ضبابية كبيرة جدا تحيط بفيروس كورونا. ولكن أنت رؤيتك كفنان، هل تعتقد بأن الناس ستعود لعاداتها القديمة وستلجأ لهذا الغذاء الروحي إن صح التعبير المتعلق بالفن والأعمال الفنية؟ أنا كنظن بأنه إذا كنا كنتكلموا على الفن والثقافة كغذاء للروح، فهو غيبقى دائما حاضر في النفوس ديال المغاربة وديال مش ديال الانسان عموما، ديال الانسان عموما. ربما غادي يحتاج واحد الوقت باش اننا نرجعوا يعني العادات اليوميه ديالنا ونتعاملوا مع بعضياتنا بنفس الطريقه. ولكن كنظن بانه كاين واحد الشوق
واحد الرغبه كبيره عند الجمهور وعند الفنان يعني من اجل اللقاء. كنظن الى ان شاء الله يعني قدرنا اننا نتغلبوا على الفيروس ديال كورونا، كنظن بان القطاع الفني ممكن انه يعود بقوه، وكنظن بان الثقافه والفن غادي يكونوا من الاولويات اللي ممكن انها تساهم في عوده الفرحه والسعاده لقلوب الناس. صحيح، جميل انك ختمت بهذا الروح اللي فيها تفاؤل. جميل، شكرا. شكرا لك الفنان المغربي نسيم حداد، كنت معنا في فقرة ضيف التحرير. وحتى الفن لا ننسى بأنه حافز على الإبداع والعطاء، فلما لا أن يكون محفزا لنا بعد هذا الاستكانة وتوقف عدد كبير جدا من المهن بسبب فيروس كورونا، لكي نزيد في العطاء ولكي نتقدم بهذا الوطن الجميل. شكرا لك نسيم، الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. لكم أجمل تحية أينما كنتم، وإلى اللقاء.